السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعينا في اليوم السابع في تغطية جديدة من داخل محافظة الشرقية وتحديدا منطقة آثار تل بسطة الأثرية. ويمكن إحنا بنعرض لحضراتكم الحرف التراثية اللي بتعتبر من معالم محافظة الشرقية المعروضة تحت عنوان أيادي المصرية في معرض تل بسطة اللي افتتح منذ قليل وزير التنمية المحلي. إحنا معانا عم أحمد ربنا يبارك في عمره يا رب، قرب على 70، يمكن من هو عمره 10 سنوات بيشتغل في الفخار. برحب بحضرتك يا عم احمد. ممكن تعرف بس المايك؟ تعرف المايك. كلمنا بقى عن الفخار كده وحكاية حضرتك مع الفخار، اتشرف باسمك الاول. الحاج احمد المحتمي خالد المحتمي. لا ارفع المايك، اقدم المايك عشان الحاج احمد البخير من قرية المشاية تبع الحزازي. كم سنة يا عم الحاج؟ 68 سنة. ربنا يديك الصحة يا رب. بقالك قد ايه بقى في حرف الفخار؟ حرف الكيئة عن الورثة عن ابويا وعن جدي. تمام. وراثة. يمكن بشتغل من وانا سني 12 سنة فيها. يمكن معروف ان الفخار ديت هي اصل المشهدي، اصل صناعة من 400 سنة 500 سنة وهي شغالة. تمام. انت حضرتك مشارك النهاردة بمنتجات ما شاء الله، بس هنوري كده المتابعين معانا زير الفخار، وفي كمان البوشة، كمان يعني انتوا بتحاولوا كمان تطوروا دايما يا عم احمد في المنتجات بتاعتكم. طبعا بنطور طبعا. الطريقة بقى بتبدأوا ازاي؟ يعني انتوا أول حاجة عندكم بتجيبوا التراب الأول؟ عشان أحكيلك بنبدأ ازاي لازم تكون على الأرض الواقع. تمام. لأن يعني في مراحل كتير. طب أبرزها ايه يا عم أحمد؟ أبرز المراحل ايه؟ أبرز المراحل شغل على الدلاء. تمام. شغل على الدلاء اللي بيطلع المنتج دي أبرز حاجة. طب انتوا كمان بتتميزوا في المشهد ان انتوا بتعملوا نوع من الفخار الاسمر محدش بيعمله في مصر. لا مفيش حد بيعمله في مصر اللي احنا عندنا. ايه السر بقى؟ وهو دي السر بقى، ما دي عشان النهنة يعني. صح. انتوا متميزين في حتى لو كسرت الحاجة السمرة تلاقيها سمرة من جوه. سمرة من بره بس مش دهان يعني. من جوه. بصبغة مصبوغة كل من الداخل والخارج ومن داخل الطينة ومن داخل الحاجة. طب مميزات الفخار ايه بقى يعني؟ مميزات الفخار زي خمسة. تمام. دي الحاجة مميزة زي خمسة. خمسة طبيعي. خمسة طبيعي. يمكن كان من منذ أيام المحافظ الشرقية
ثم وضح قراب عندك أولى القرية المشهد تشكل تم الزيارة عندنا وشاف الشغل وشاف الحاجة وشاف كل الوضع بتاعنا. يعني رجلنا بقى ثاني ايه عم بحضرتك يعني؟ جلول في طبعا الزير تمام الزير تحت ده تمام في زي دي كلاوات المرسال البيت مفيش حد بي وانت اللي بعملها اسمها ايه دي الاسرية دي زلعة زلعة خدت بالك حضرتك تمام دي كمان كمان تتطوروا مع الزمن كل شيء بتطوروا طبعا دي ابريق صغير تمام دي للحمام تمام السقايات بتاعت الحمام دي فخار الاسمر قلبي او حطيت السمنة واللبن دي دفاية تمام دفاية دي غلة صغيرة دي غلة كبيرة دي مبخرة مبخرة دي سجاية دي قصرية تمام دي طبلة دي كمان تمام دي أبريد كل المنتجات سجاية طفاية كمان يعني ما شاء الله دايما المشهدي معروفة كده في أي معرض ليكوا جناح خاص بيكوا طبعا دي حاجة بتابع للفخر يعني طبعا احنا دي شغلتنا قبل عن جدا دي غرسنا تمام بتودي منتجاتك دي فين بقى يا عم؟ جميع المحفظات جميع التجار الفخار من جميع المحفظات دي يقعدوا عندي شو طبعا دي من زمن يعني طبعا سمعت اهل المشهد دي من زمن التجار بياخد مني من زمن ديت حتى ولاد التجار بيجوا لما ابوهم متوفى بيجي ياخد مني برضه بيبقوا عارفيني بيجي مع ابوهم والده زي ما احنا بوراثة هم برضه